يسعد صباحكم من جديد وصلنا للفقره الطبيه واليوم رح نتابع الحديث عن التهابات الكبد الوبائي وفي الاسبوع الماضي حكينا عن التهاب الكبد الوبائي سي واليوم راح نحكي عن التهاب الكبد الوبائي بي لاهميته ولخطورته ولانتشاره السريع في الاردن ونسبه انتشاره العاليه دكتور برحب فيك في هالفقره صباح دكتور خير. خالد الله استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى الملك المؤسس اهلا وسهلا فيك معنا في دنيا شكرا دنيا. لكم على استضافه الحديث عن هذا الموضوع المهم والمهم جدا صحيح <تصفيق> طيب <تصفيق> حكينا عن التهاب الكبد الوبائي سي من اسبوع تقريبا واليوم حابين نحكي عن بي شو بيختلف عن بي هل هو اخطر بالفعل نسبه انتشاره في الاردن اكبر حكينا شوي عنه آه تماما، هو ما في شك انه آه اخطر آه من عدة آه مناحي، أولها م. انه نسبة تطور آه المرض إلى الإزمان وفي نهاية الأمر إلى تشمع الكبد مع كل ما يتبعه من مضاعفات هي م. أكبر بكثير في التهاب الكبد الفيروسي با منها آه في سي جي. آه السبب الآخر اللي بيضفي أهمية حقيقة على الموضوع أنه عندنا في البلد هون في الأردن نسبة انتشار مرض السي في دراسات عدة واحدة منها أجرناها عندنا في المستشفى الجامعي في مستشفى عبد عبدالله أظهرت أنه النسبة لا تتجاوز أقل من واحد في المية بينما انتشار الكبد التهاب الكبد الفيروسي تصل الى 8% يعني الدراسات اللي اجريت اقل شيء كانت 4% إيه. بالضبط فهي من 4 الى 8 اضعاف وهذا طبعا يضفي اهميه كبرى بس الاهم من ذلك كما اسلفت انه نسبه تطور المرض الى المراحل النهائيه اكبر بكثير في التهاب الكبد الفيروسي باء منها في التهاب الكبد الفيروسي جيم اللي بفهمه منك دكتور انه يعني ممكن يكون مسبب لتشمع الكبد هذا أي طبعا. في حال تم اهماله وفي حال تم عدم علاجه أكي. ومتابعته أكي. لكن اللي حاب اعرف بالبدايه منك دكتور انه كيف بيتم انتقال هذا المرض هل يتم بالعدوى هل هو وراثي نعم. اليه نعم. انتقال؟ آه، سؤال مهم جدا هي الحقيقه الانتقال للفيروس بي يتم بشكل رئيسي عن طريق اي تلامس بدم ملوث من أه. شخص مصاب أه. هذا بيحصل اثناء عمليات جراحيه ممكن أه. بيحصل اثناء نقل دم أه. لا سمح الله لم يتم فحصه بشكل جيد قبل اعطائه للمريض بتم عن طريق حوادث سيارات بتم حتى بين الاطفال وهم بيلعبوا مع بعض وهذا بيجرح هذا وهذا بيضرب هذا مم. اللي هو الانتقال الافقي بنسميه احنا واللي هو سبب كبير ل هذا انتشار المرض. المرض عندنا في بلدنا في الاردن آه الفيروس بي برضه للاسف موجود في كل السوائل البيولوجيه في الجسم هو موجود مم. في آه اللعاب موجود في البول وينتقل برضه موجود في السائل المنوي وينتقل عن طريق بالتالي الاتصال الجنسي آه. فهذول الطريقتين الرئيسيات م. آه من هذا المنطلق احنا دائما آه لما تكتشف آه حاله آه بياتيني مريض آه اول سؤال بنساله متزوج اذا م. كان الجواب نعم يجب ان يتم فحص, فحص الزوجه أو الزوج. اذا كانت بوزيتيف راح تمشي في نفس المسار من حيث اجراء الفحوصات واذا لم تكن كذلك يصار فورا إلى إعطائها مطعوم واللي هو متوفر رخيص وهو مجاني حتى في معظم مؤسسات البلد هون <applause> <applause> ف اذا ممكن يكون نوع من يعني وقايه للزوجه من انها او الزوج اللي الغير مصاب إن أكيد. انه يصاب في هذا المرض أكيد. لكن في حاله انه الاطفال زي ما ذكرت انا بدي ارجع على نقطه الاطفال لانه لا. فعلا لا. مهمه الاطفال لما بيلعبوا مع بعض ويكون في طفل مصاب او حامل هذا طبعًا. المرض طبعًا. ممكن يؤدي الى انه ينقل المرض او ينشر المرض للاطفال الاخرين أكيد. في هيك حاله ممكن كيف ممكن احنا نوعي الاهل اللي آه عدم انتشار هذا المرض بخصوص الأطفال تحديدا وأنا بهمني أعرف كمان إذا كان الطفل هذا المصاب آه يعني كيف ممكن إن علاجه وعدم آه يعني وضعه في مكان أنه يأثر على الأطفال الآخرين نعم نعم هو طبعا بالأساس نرجع لورا شوية م. الشيء الأهم هو إعطاء المطعوم للأطفال واللي هي أصبحت من فترة لا تقل عن 14 سنة اجبارية في نعم. بلدنا هون، يعني الآن كل من هم دون سن السادسة عشرة مطعمين ضد ضد بي آه. بالضبط. المشكلة كان حجمها أكبر بكثير قبل ذلك، قبل عام 1996 تقريباً. مم. فهذا من حيث حجم المشكلة والنواحي اللي بتخص أه حصر المرض هي. بالضبط م. هلا طبعا احنا لا نستطيع ان نمنع طفل انه يلعب مع الاخر بحكم انه عنده الجزئيه الفيروس وبكون م. ناقل ومعدي ولكن احنا لازم يعني ندعو الاهل والطفل نفسه لازم يتوعى بحيث انه أه يعني يدير باله يعني بالضبط يدير باله يعني م. عنده جروح لازم يكون مغطى بشريط لاصق عنده اي شيء من هالنوع م. لا يجب ان يستعمل باي حال من الاحوال الشخص المصاب اما فرشايه اسنان او حتى البشكير كذا الى اخره بس برضه ب... مش لازم نبالغ حتى العيله يعني ممكن ينتقل إيه هذا المرض لا طبعاً, الأمر. طبعا طبعا هلا آه. عشان هيك احنا اي مصاب في عائله بندعو كل العائله انها تفحص للعائلة. بس برضه ست رندا مش لازم برضه نصل الى التطرف بحيث انه وكانه يعني معه جدري اللي م. مصاب في الفيروس بي م. تستطيع ان تجلسي معه وتسلمي عليه وتوكلي معه من نفس الطبق كل واحد في ملعقته طبعا م. لانه بدناش برضه يصل الامر الى العزل والى التهميش يعني للمريض حلو بس يعني هي. هل ممكن يكون الطفل حامل للمرض لحظة ولادته مثلا اي طبعا طبعا هاي نقطه مهمه جدا ما مش كافي له ممكن يكون في حال حتى لو كان اكتشف الطبيب الطبيب الاطفال عند ولادته بانه حامل هذا المرض هذا سؤال مهم جدا <applause> الان احنا برضه في الاردن ومن فتره سنوات طويلة والحمد لله م. تم ادخال عمليه اجراء الفحص للفيروس بي بشكل اجباري لكل الحوامل هذه حقيقه بعض المصادر اللي بيجينا فيها المرضى اللي مصابين لانه بجزء احنا ما حكينا في البدايه بس معظم المصابين ما عندهم اعراض خاصه الا اذا في المراحل المتقدمه عندما يصبح عندهم تشمع ومضاعفات تشمع الفيروس, الفيروس كمان بالضبط وهي الخطوره لانه الشخص لا يشكو من شيء ولا يظهر عليه شيء الحوامل بينفحصوا وبيجينا كثير على العيادات من زملائنا اخصائيين التوليد نتيجة انه هذه طلع عندها البي طبعا بحان بحال الظهر عندها احنا مباشره في الجزء الاخير من الحمل الثلاث شهور الاخرى بنعالج الست الحامل نعطيها دواء مم. مم. في ادويه عديده لاموفيدين انتكافير موجوده مم. كويس هذا بقلل من نسبه الفيروس في الدم وبالتالي انتقال الطفل خلال الولاده والشغله الاهم انه زميلنا اخصائي النسائيه يجب ان يعرف انه مباشرة بعد ولادة الطفل لازم يأخذ حاجتين الأولى أوه. اللي هي المطعوم والثانية اللي هي نسميها بي واللي هي أجسام مضادة خاصة مصنعة ضد <applause> الفيروس بي وهذا بيقلل بنسبة كبيرة جدا من احتمال الإصابة والإزمان عند المولود الجديد <applause> هذا مهم لأنه أه بعتقدش بعتقد اني ما ذكرت هاي الشغله بس الازمان ما بصيب الكل يعني لو أخذنا مئة شخص أصيبوا بالفيروس فقط خمسة في المية خاصة اللي أصيبوا فيهم عمرهم فوق الخمس سنوات بيصير عندهم إزمان في المستقبل بس إذا أخذت مئة شخص طفل أصيبوا قبل سن الخمس سنوات تسعين في منهم راح يصير معهم إزمان أوه. يعني هون الرسالة شو هي إنه أهم شيء أن نتجنب الإصابة خلال سن الطفولة أثناء الولادة أثناء الحمل أثناء الولادة وفي السنوات الخمس ممكن من, من لمرض مزمن وطبعا واحد يستمر بالإجراءات الوقائية أوه. مدى الحياة طيب إحنا حنحكي عن الإجراءات الوقائية أكثر دكتور لكن معانا أم عاهد من عمان متصلة وهي حاملة لمرض الفيروس سي مش بي خلينا نحكي معها صباح, خير. صباح الخير أهلا صباح الخير صباح الخير أهلا صباح الخير أهلين تفضلي أنا بدي سؤالي للدكتور أنا كنت في فلما عملت الفحص اخر آه، فحصين آه، ما في شيء نيجاتيف بس سؤال آه ممكن يتطور البي لسي سؤال هو اه. اه. اه يتطور فيروس بي لسي اه في يتطور يعني من بي لسي لا هذا السؤال الثالث بتعرف عن تضخم الكبد ويعطيكم العافيه شكرا لك سلامتك سلام. مم. مم. لا طبعا الجواب على السؤال الاول هل يمكن ان يتطور بي الى او العكس هو لا مستحيل م. بس هو في نقطه مهمه هون احنا كل من ياتي للعياده ويكون بوزيتيف للبي بنفحصه للسي لانه بنفترض اللي صابه في البي نفس المصدر سيبرس. ممكن جاب له السي آه. والعكس آه. فهذا الشيء ضروري ممكن جدا ممكن لقيتوا مثلا مريض حامل للفيروسين لل... طبعاً, طبعا في, مريض في آه. مرضى عندهم الفيروسين أوكي. هذا بيحصل أكثر في الدول الغربية حقيقة لأنه الطريقة لانتشار الفيروس بتكون اللي هي بيستعملوا الإبر اللي بيحقنوا فيها الأدوية المخدرات آه. آه. فباخذ فول باكج يعني باخذ البي والسي والاتش اي في كمان حالته بتوصلوا ايش مش بس لتشمع كبد وتضخم لا وكل الامراض الامر يعني. اسوأ طبعا بكون لا. اسوأ فهذا احتمال انه مريض ما كانش مفحوص لاثنين وهو بيعتقد انه صار هيك طبعا اللي تفضلت فيه الاخت انه ممكن انه يروح طبعا في احتمال عند بعض المرضى سواء بالسي او البي انه ينتهي المرض من حاله بحكم قدرة مم. مناعة الجسم مم. على التخلص من هذا الفيروس مم. وهذا بيحصل بنسبة تتراوح من 3 إلى 5% بالسنة آه الاحتمال الآخر طبعا أنه هو بالأدوية وجوز نتطرق لها في النهاية صح. ممكن نتخلص من الفيروس بس مرة أخرى البي ما بتحول لسي والعكس برضو مم. ما بيصير مم. طيب بالنسبة للتضخم آه تضخم الكبد تضخم الكبد هو أحد آه طبعا <applause> انت بتوصل لهي المرحله يعني المظاهر. المريض انت بوصل لهذه المرحله للاسف بيكون الفيروس تقدم وعمل أه شيء من الضرر في الكبد بحيث انه أه الاوعيه الدمويه اللي في داخل الكبد الكبد بيصير فيها نوع من الانسدادات بيزيد ضغط الدم داخل الكبد بيصير في الكبد عنده رده فعل على اصابته باي مرض انه بيصير يحاول يعيد تكون نفسه م. الكبد هو العضو الوحيد في الجسم اذا قصيته منه اكشوالي جزء بيرجع بعيد بناء نفسه بس البناء عمليه البناء بتكون مخربطه زي ما بنحكيها فبيؤدي الى نودجولز اللي هي عباره عن تباطيب في الكبد بتجعل من الامر يعني بزيد المشكله بدل ما انه يخففها, يخففها. حجم الكبد رح يكبر بطبيعه الحال لانه في عنده حافز مستمر انه يعيد بناء نفسه فهذا هو اللي بيؤدي الى تضخم الكبد، تضخم الكبد بحد ذاته مش هو المشكله، هو ما يحصل داخل الكبد، م. القصور في وظائف الكبد، قصوره في تخليصنا من المواد السميه زي الامونيا، م. قصوره في تصنيع البروتين م. اللي احنا بحاجه ماسه له قصوره في تصنيع العوامل تخثر الدم، واللي هي بتؤدي في نهايه الامر الى نزف، م. هي المشكله م. بمضاعفات التشمع وليس ب حجم الكبد بحد ذاته طب احنا خلينا نحكي عن المضاعفات اللي بتصير او المراحل اللي بمر فيها المريض بالكبد الوبائي بي دكتور. طبعا طبعا في المراحل الاولى كما اسلفت لا يوجد هناك اعراض وهذا شيء على درجه من الخطوره لانه قد يكون هذا الشخص يعني باتصال اما المتزوج مع زوجته او انه يتبرع بدم او اي شغلات ثانيه ويعدل الاخرين فما في اعراض في المراحل الاولى طبعا في المراحل المتقدمه المضاعفات الأخطر أولها كما أسلفت أنه الكبد قصوره في تصنيع ما يجب أن يصنعه مم. البروتينات وعوامل تخثر الدم وهرمونات أخرى الشغلة الأخرى اللي هي ارتفاع ضغط الدم في منطقة الكبد ومحيطه يؤدي إلى أن يصير هناك بيصير في نوع من الدوالي في المريء زي الدواء اللي بتطلع على الرجل بس هي موجودة في المريء طبعا الخطورة تبعها أنه إلى حد ما قد تحتوي الدم ما يصيرش فيه شيء بس في كثير من الحالات للاسف بتنفجر وبتسبب نزيف ما هذا اللي بدي اساله ممكن في حالات تؤدي الى الوفاه آه فورا طبعاً يعني النزيف من الاورده من الفاريسيز اللي بنسميها يعني نسبه الوفاه فيه مش علي. مش لا يستهان بها آه. طبعا احنا بنعالجها بالتنظير وبنوقف النزيف وفي علاجات اخرى بس م. يفضل انه ما يصل للمرحله هذيك المضاعفات الاخرى ممكن تاثر على الكلى طبعا بصير في هبوط في الضغط او قصور فيه. في الكلى في هبوط في كميه الصوديوم في الدم م. مضاعفات اخرى على الدماغ تكون المواد السميه كما اسلفت زي الامونيا بيجونا مرضى في حاله كوما في حاله غيبوبه م. م. ومضاعفات اخرى لا تقل خطوره اللي هي اهمها واكثرها شيوعا تراكم السوائل في البطن. أوه. يعني في ناس بيفكر في اشخاص عم بيسالوا اسمح لي دكتور يمكن اللي عندهم تشمع في الكبد طريقه الغذاء المناسبه لهم هل هل بنقدر سؤال مهم جدا لانه بالفعل كثير في عندهم مشاكل موضوع الغذاء ممتاز الغداء. ممتاز انا راح ابدا بمساله البروتين مم. لانه هناك عرف زائف انه الناس بتحكي لبعضها إنه اذا عندك مرض كبد ابعد عن اللحم نهائيا طبعا هذا خطا خطا كبير جدا هو بيعتقدوا انه اذا ما اكلش لحم ما بتكون ماده الامونيا واللي هي بتؤدي لغيبوبه الحقيقه انه بصير عنده سوء تغذيه هم بياكلوا بجوز باقل قليل نعم. فقط من الناس الاخرين ولكن لازم تحتوي على لحوم انا حبيت احكيها مباشره لانه كثير عندنا على العياده ناس والله يا دكتور انا ما عن اللحم نهائيا لا هو بالعكس هذا خطأ كبير بده ياكل تقريبا زيه زي غيرك الاسماك الشيء المهم خاصة للمرضى اللي عندهم تجمع سوائل اللي هو يبتعد عن الملح الزائد هي النقطة المهمة مم 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 مم. يعني بسميها لو سولد دايت مش نو سولد دايت مش مش ملح بالمرة لو لأنه أصلا أقل. الطعام لا يؤكل بالملح الملح وإنما بالنسبة قليلة قليلة الملح لأنه هذه بتساعد وبشكل كبير جدا على تجنب تراكم السوائل, السوائل في البطن واللي هي ممكن تلتهب وتؤدي الى مشاكل اخرى احنا كان بدنا نحكي اكثر عن العلاج دكتور لكن دهمنا الوقت ويمكن بلكي في الحلقات القادمه نتطرق لها الموضوع بشكل مفصل اكثر آه بدي اشكرك دكتور خالد جد الله استشاري امراض الجهاز الهضمي والكبد للحديث عن التهاب الكبد الوبائي بكل الشكر لك شكرا لك اهلا وسهلا فيك